السلام عليكم، تحية طيبة. زوف اللون، للأسف الشديد إخواني ما نلاحظه ونشهده أنه هناك هجوم شديد وارتجالي على الصحة في حفي التراجي، ولكن ما هو السبب؟ السبب فقط من أجل السياحة الجنسية وأموالها والحشيش والتطبيع والخيانة. هكذا هؤلاء المنبطحين ممن سموا بالعرب والمستعربة يهاجمون حفي التراجي ولا يحبون الحق ولا يحبون دولة ديمقراطية وجمهورية. الصحراء الغربية ستكون دولة ناشئة وحديثة وعصرية بفضل مجهوداتها، بفضل بحرها، بفضل صحرائها. لا تتاجر بالسياحة، يكون لها أنف ويكون لها عزة وكرامة مثل الجزائر والشعب الجزائري. تحية لحفيظ الدراجي، والسلام عليكم، والله مع الحق، والله مع ما يحبش الشيات، وما يحبش اللي يركع للبشر، وما يحبش اللي يسمح يعني في عرضه شرفه ويبيع أمته والقدس من أجل مليمات من السياحة الجنسية والتطبيع، والناس تأتي لتزني وتفعل أمور، ولكن الله غالبا على أمره. نقول يعني لهؤلاء صلحوا عيوبكم وتوبوا لعيوب الناس. الجميع يعرفون نقصه وعيبه، ولكن أنتم تماديتم. تنمرت إخواني، أي ثم لن نزول. السلام عليكم.